السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم متابعينا في كل مكان. إن شاء الله النهاردة معانا حلقة جديدة على قناتنا على شيك سولة. النهاردة إن شاء الله هنكمل سلسلة إكسسوارات للشعر من الكرتون. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض ونستوحي فكرة إكسسوارات للشعر من كرتون الأميرة والضفدع. عملنا أكتر من شكل وصممنا أكتر من شكل، إن شاء الله ننفذهم سوا مع بعض. أول حاجة هنحتاج شريط ستان عرض 1 سنتي طوله 8 سنتي. نبدأ ناحية نتنيه بالشكل ده، وبولع نبدأ ان احنا نظبط الطرف. نبدأ ان احنا نعمل بتلات كتير بنفس الشكل، ونجيب فوم جليتر ونبدأ ان احنا نحدد التاج بأدوات التنقيط بالشكل ده. بعد كده نبدأ ان احنا نقص التاج، الطريقة دي كويسة في ان احنا ما بنبهدلش شكل الفوم ويبقى شكله احترافي اكتر، وادوات التنقيط بتبقى سهلة ان احنا نطبع الشكل بكل سهولة. بعد كده نبدأ ان احنا نرسم شكل الضفدع مرة تانية، ونبدأ ان احنا نطبعه او نقصه على قماش بوخ. نبدأ ان احنا نقص العيون، نبدأ ان احنا نبرز ملامح الضفدع واحدة واحدة بالشكل ده، وان شاء الله منتظره تطبيقكم للطريقه على انستغرام وكمان على الفيسبوك على حسابكم بهاشتاج اكسسوار وولد وهاشتاج اطلع للنور. كمان منتظره تطبيقكم لكل الطرق العمل اللي نزلناها قبل كده على القناه. طبعا ما تنسوش تقولوا لي تحت في التعليقات عشان اقدر ان انا اشوف حساباتكم واقدر ان انا اشوف تطبيقاتكم للطرق. بعد كده نبدأ ان احنا نلزق الضفدع على التاج بالشكل ده، وتعالوا نشوف بقى ازاي هنلزق البتلات على الضفدع. نبدأ ان احنا نعمل موضع تمركز كده في الضفدع في المنتصف بالشكل ده، وبعد كده نبدأ ان احنا نجيب بتلة من الجنب ده وبتلة من الجنب الاخر بالشكل ده. هنعمل اول حاجة علامة زائد، ونبدأ ان احنا نملي الفراغات اللي حواليها بالشكل ده، وده عشان يطلع لنا شكل البتلات منتظم وشكل الوردة منسقة بالشكل ده. نحط الشمع ونبدأ ان احنا نلزق. وتقدري انت تزودي بتلات على حسب الوردة انت حباها تبقى بتلاتها كتير واقرب لشكل مثلا وردة دور الشمس، فممكن تزودي زي ما تحبي بتلات. بعد كده جبت قماش جوخ اصفر وبدأت ان انا اقصه بالشكل ده على بطن الضفدع عشان ابدأ ان انا اظهر بعض ملامح الضفدع بالشكل ده. بعد كده نبدأ ان احنا نجيب كلبس ونبدأ ان احنا نلزقه بالشمع، ونقفله كمان بشريط ستان في منتصف الكلبس بين الكلبسين عشان نقدر ان احنا نمسكه بشكل احترافي. وبكده نكون خلصنا حلقة النهاردة، انتظرونا في الحلقة القادمة هنستعرض فيها تصميمات تانية للأميرة والضفدع من اكسسوارات الشعر، وان شاء الله منتظرة تطبيقاتكم للسلسلة في سلسلة اطلع للنور واكسسوري وولد. مع السلامة.